في بعض الأحيان بيبان التحضير والاستعداد للانترفيو صعب جدا، لكن لو سمحت لنفسك بالوقت الكافي وقمت بإجراء بحث شامل وتدريبات على ردود أفعالك، فمن المحتمل أنك تقلل من التوتر وتحس بثقة أكتر على مدار اليوم. لما تتقدم لوظيفة ويتم استدعائك لعمل انترفيو، في كتير من الأسئلة اللي بيتم طرحها، وكل ما كنت مستعد بشكل أفضل زادت فرصة أن مقابلتك تبقى ناجحة وموفقة. ممكن تكون صادفت مقاطع فيديو كتير على الانترنت بتتكلم عن أسئلة وإجابات الانترفيو المشاعة والمنتشرة، لكن الفيديو ده هيكون مختلف شوية، لأننا مش بس هنعرض فيه الأسئلة والأجوبة، ده احنا كمان هنعرض فيه فكر ومعتقدات المحاور أو الـ HR اللي هيعمل معاك الانترفيو، وهو بيقوم بسؤالك وإيه هي الإجابات الدقيقة اللي بيدور عليها، وإيه هي الأخطاء الشائعة واللي بتعملها الناس عادة. السؤال الأول اللي بيطرحه المحاور ومشهور قوي، وهو كلمني عن نفسك، فكرني كده بالسي في بتاعك. هنا المحاور مش بيبص خالص على إجابتك، اللي بيهتم بيه هو ثقتك في نفسك، حماسك وشغفك اللي بتجاوب بيهم. علشان كده ده أفضل وقت تظهر فيه مهارات الاتصال الخاصة بيك. عادة بنلاحظ الكتير من الأشخاص بينتهي بيهم الأمر بالإجابات دي: بحب مشاهدة الأفلام، بحب الحفلات. لكن مش دي الطريقة اللي تجاوب بيها على السؤال ده. محتاج انك تتكلم عن تعليمك، عن عملك السابق، ان كان عندك اهتمامات شخصية ليها علاقة بالعمل. على سبيل المثال ممكن انك تقول: انا من محافظة القاهرة ودرست في جامعة الاسكندرية، اشتغلت في شركة السلام وشركة المهندسين العرب. انا مهتم جدا بالارقام وبالعمليات الحسابية، وبحب أحل الألغاز الحسابية في وقت فراغي، وبحب جداً القراية لأنها بتطور من معلوماتي. دي هي الطريقة اللي تجاوب بيها على السؤال ده. السؤال الثاني الأكثر شيوعاً وشهرة وبيتم طرحه عليك، وهو أنت شايف إيه هي نقط قوتك؟ هنا بيدور المحاور معاك على مدى إيجابية تفكيرك في نفسك. هو سؤال عام مفيش فيه إجابة صح أو غلط، لكن لو أخدت إجابة في الحقيقة أنا ودود وبحب أكون مع الناس دايما، والناس كمان بتحب أنها تتعامل معايا، ده مش بيبقى مثالي للإنترفيو. لكن ممكن تقول: أنا من أهم سماتي أني بهتم بالتفاصيل، وكمان بؤمن بالتخطيط والتنظيم. حتى لما كنت في الكلية كنت بعمل لنفسي تخطيط وتنظيم أسبوعي، وكتير من الناس بيعجبهم أسلوبي في التخطيط والتنفيذ والإدارة، وأعتقد أن هي دي نقط قوتي. السؤال الثالث الأكثر شيوعاً وبيتسأل باستمرار، وهو طب إيه هي نقط ضعفك؟ لما تجاوب على السؤال ده مش لازم أنك تكون سلبي تجاه نفسك، وتقول مثلاً: يعني سمعت أن الناس بتقول عليا أني ما عندي الصبر، أني بغضب بسرعة. دي مش الإجابة الصحيحة، ربما فعلاً تكون هي دي نقطة ضعفك، لكن أنت مش بحاجة أنك تظهر كل ده. أفضل إجابة للسؤال ده، لأن اللي بيدور عليه اللي بيعمل معاك الحوار هو أن يشوفك فعلاً قادر تحدد نقط ضعفك وإزاي أنك قادر تتسطر عليها. يعني أحد الإجابات اللي ممكن تجاوب بيها: أعتقد أن بهتم بالتفاصيل أكتر من اللازم، بحاول أنجز كل حاجة وعايز كل حاجة تبقى مثالية. بعد كده بأدرك أني بتأخر في تسليم المشاريع، وده علشان عايزها تطلع في أحسن صورة. أعتقد أن دي واحدة من نقط ضعفي. أنت هنا وبشكل أساسي بتبين له أن ممكن يسرقك الوقت وتتأخر، لكن برضو بتبين له جانب إيجابي جدا، أنك عايز كل حاجة كويسة وفي أكمل صورة. وبكده يبقى أنت حولت نقطة الضعف لنقطة قوة. أعتقد أن دي من أفضل الطرق اللي تقدر تجاوب بيها على السؤال ده. السؤال اللي بعده هو: شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ أنت نفسك بتكون ما عندكش فكرة عن المكان اللي عايز تكون فيه. علشان كده أغلب الناس بتقول: أنا عايز أكون المدير التنفيذي للشركة دي، أو أمتلك شركتي الخاصة. وكده مش صح. طيب إيه هي الإجابة المناسبة للسؤال ده؟ لأن اللي بيعمل معاك الانترفيو بيبص لمدى التزامك بالشركة دي. إيه هو معدل الاستنزاف منك؟ عايز يعرف على المدى البعيد والمدة الطويلة مدى التزامك بالشركة. علشان كده واحدة من أفضل الإجابات اللي ممكن تقدمها هي:
بعد 5 سنين نفسي ان اكون في منصب اداري علشان اقدر اكتسب خبرة عملية وان اكون مدير ناجح. وفي النهاية وبالتأكيد عاوز روح المشاركة وان اتعلم الكتير من الحاجات الجديدة مع اعضاء فريقي. السؤال اللي بعده والاكتر شيوعا هو كلمني عن شركتنا، تعرف ايه عنها؟ هنا المحاور اللي بيسألك اكيد عنده المعرفة عن الشركة اللي هو شغال فيها، لكن اللي بيدور عليه ان كنت جاد في الوظيفة دي فعلا ولا لا، ولا جيت الانترفيو بشكل عشوائي. ناس كتير بتقع في السؤال ده، وده بسبب نقص البحث والمعرفة عن الشركة. كل اللي عليك انك تدخل على الانترنت وتعرف ايه هي السمات الايجابية والمميزات للشركة دي، تتعرف على تاريخهم. الشركة دي اتأسست سنة 2002 ومنتجاتهم او اعمالهم، ومن مشاريع الشركة القرية السياحية العالمية ومجموعة منتزهات الشرق الاوسط، وليها كتير من انتاجات مواد البناء وهكذا. دي افضل طريقة تقدر من خلالها تجاوب على السؤال ده. شركتكم معروفة جدا، وهي واحدة من افضل الشركات في خدمة العملاء. ممكن كمان انك تذكر لو كان ليها 7 جوائز فازت بيها قبل كده، دي من افضل الطرق اللي ممكن تجاوب بيها على السؤال ده. السؤال السادس المشهور في الانترفيو وبيتسأل، وهو طب ايه هي مدى جودتك في التعامل مع الامور المتغيرة وادارتها؟ الفلسفة من وراء السؤال ده انه عايز يعرف انك قادر فعلا على التعامل ومواكبة التغيير، لان الشركات دايما ماشية باستراتيجيات مختلفة، بتيجي موظفين وبتمشي موظفين تاني، فهل انت قادر انك تتعامل مع ده؟ عادة الناس بتقول طبعا اقدر، انا شاطر جدا في التعامل مع التغيير. ثق في كلامي، اللي بيعمل معاك الانترفيو مش هتعجبه الاجابة دي. طيب ازاي تجاوب على السؤال ده؟ طبعا اقدر اتعامل مع التغيير، وده لان في شركتي السابقة واحد من المديرين المباشرين استقال وجي مكانه مدير جديد، وبالتالي غير من نظام واستراتيجيات المشروع كله. انا مرن جدا وبشتغل بكل جدية، وقمنا ساعتها بإدارتها بمجهود فريقنا وحققنا نتائج كويسة. السؤال السابع اللي ممكن تقابله هو ايه هي مدى جودة عملك تحت الضغط؟ هل انت بتعرف تشتغل تحت ضغط؟ السبب ورا ده ان اللي بيسألك عاوز يعرف فعلا ان كنت بتحس بالتوتر تحت ضغط الشغل ولا لا، لان في الوقت ده الشركات بتستنى منك اكتر واكتر في تحمل المسؤولية وعبء الشغل. علشان كده احسن اجابة على السؤال ده هي الشغل تحت ضغط او بدون ضغط نفس الطريقة بالنسبة لي. وفي شركة من الشركات اللي اشتغلت فيها كان في مشروع تسلم لنا وكان لازم ان احنا ننهيه في 4 ايام، مع انه كان شغل محتاج على الاقل 10 ايام، وكان كل فريق العمل اللي معايا كانوا متوترين ومش عارفين يعملوا ايه، لكن كملنا، وده كان رغم كل الصعوبات اللي قابلتنا، وده لاننا ادينا كل اولوياتنا لشغلنا وبطريقة منظمة جدا كملنا المشروع، وكنا بنشتغل ساعات اضافية يوميا، وده اللي ساعدنا اننا نقدر نقدم المشروع في ميعاده المحدد بعد 4 ايام. علشان كده العمل تحت ضغط مش الشيء السيء بالنسبة لي. ده واحد من أفضل الطرق واللي ممكن من خلالها تجاوب على السؤال ده. آخر سؤال مشهور جدا وممكن تتسأله، إزاي ممكن تتعامل مع القرارات المهمة؟ دايما بيكون الهدف من السؤال ده إن اللي بيحاورك عايز يعينك أو يعين غيرك في منصب إداري أو قيادي، عايز يعرف إنك لما تتعرض إنك في يوم تاخد قرار أو موقف حاسم هتاخده إزاي؟ ناس كتير للأسف بتجاوب بالطريقة دي، في الحقيقة أنا ما تعرضتش للمواقف دي قبل كده، ودي مش الإجابة اللي المفروض تقولها. وأفضل الإجابات عن السؤال ده إنك تقول التعامل مع القرارات هو أمر صعب نوعا ما، لكن أنا متأكد إني أقدر أخد القرار لأني هعتمد على خبرتي وتجاربي السابقة، وهفكر في الإيجابيات والسلبيات، كمان هطلب بعض النصايح من أعضاء فريقي. أنا واثق إن ده شيء هيكبرني ويطورني إن أخد القرار، بالإضافة إن هدرس عواقب القرار وبكده أنا هقدر أخد القرار. وبكده وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا، أتمنى تكون الأسئلة والإجابات مفيدة لأي حد عنده انترفيو، وبتمنى لكم كل التوفيق. كان معاكم المهندس جورج عملتو.